ومعنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي الدكتور مصطفى حامد أوغلو. مرحبا بك دكتور مصطفى. اذا اجتماع تشاوش أوغلو وزير خارجيه تركيا مع نظير الامريكي مايك بومبيو ياتي في وقت تشهد فيه علاقات البلدين ربما يعني بعض الفتور والاضطراب، ما اهم ما خرج به الاتراك في هذا الاجتماع؟ نعم، اليوم العلاقات التركيه الامريكيه تعيش نوع من التازم وليس الفتور يعني صراحه، وهذا ما صرح عنه رئيس وزير الخارجيه التركي، قال نامل بان تكون هذا ان يكون هذا اللقاء هو يعني من انعطافه جديده واعاده الثقه بين البلدين. وكان التصريح بانه يتمنى ان لا تلقي ايضا الاداره الامريكيه بالكره الى يعني خارج الملعب مره ثانيه، ويريد ان يكون هناك التزام بالاتفاقات التي تم يعني التوقيع عليها. صراحه يعني كانت هناك عده ملفات يعني في هذه الزياره، ربما الملف الاهم هو مدينه منبج، وهو الملف الاقرب للحل، يعني لانه كانت هناك لجنه اتفقت على الخطوط العريضه وبقي التوقيع عليها من قبل الوزيرين، وهناك معلومات ان تم التوقيع عليها، وهناك لجان ستعمل على تطبيق هذا الاتفاق بأن يكون هناك عدة مراحل. المهم بالنسبة لتركيا أن تخرج قوى عناصر الحماية الكردية من مدينة منبج، وهناك اتفاق على تكون إدارة أمريكية تركية. طبعا الملفات الأهم الأخرى هي السلاح، يعني عدم تسليم امريكا او ايقاف الكونغرس الامريكي لتسليم الطائرات F-35 المتفق عليها، والتي تم يعني هناك يعني امور مشتركه في تصنيع هذه الطائرات، وهناك يعني تدريب عناصر تركيه مستمره، وتم دفع يعني مبالغ ثمن هذه الطائرات. هذا ايضا نقطه مهمه. يبقى ملف تسليم عبد الله جولان برايي ليس مهم بالنسبه لتركيا في هذه الفتره. نعم. طيب دكتور مصطفى، أيضا مناطقيا هل سيبقى هذا الاتفاق في حدود منبج أم سينسحب على مناطق أخرى؟ طبعا اليوم السياسة التركية تؤمن بالتدرج، يعني اليوم كانت التصريحات تقول يعني عملية درع الفرات، ومن ثم انتقلنا إلى عملية غصن الزيتون، وتم تحرير مدينة عفرين. المنطقة الثانية تل رفعت، اليوم هناك يعني التلفزيونات هي تحت سيطرة القوات الروسية. منبج مهمة جدا بالنسبة لتركيا لأنها تقع يعني غرب الفرات. قلنا أكثر من مرة أن يعني مدينة منبج، ورقة منبج هي مجرد ورقة مفاوضات، ويعني أكيد يعني لابد من أن تنسحب القوات العاصمة الكردية من منبج، لأن أمريكا يهمها هو عملية ما شرق الفرات. لكن أيضا من تصريحات وزير الخارجية التركي، وأظن أن هناك مباحثات بأن يكون هناك نهج مثل هذا يعني النموذج في المناطق شرق الفرات، وخاصة المناطق التي سكانها من العرب، وأغلبها سكانها من العرب، وخاصة مدينة الرقة. طيب ما المتوقع من ردة فعل الميليشيات الكردية المدعومة من أمريكا بعد هذا الاتفاق؟ هل سيرضخون لمقتضيات هذا الاتفاق؟ يعني اليوم الكلمة الأخيرة يعني في سوريا كما أسلفت في بداية التقرير هي للقوى يعني الإقليمية والقوى الدولية. عندما تأمر روسيا بشيء النظام يلتزم، وعندما تأمر أمريكا فإن هذه القوات تلتزم. يعني الأمريكا هي التي تخطط، وهذه القوات هي ملتزمة بما تمنيه عليه الإدارة الأمريكية. المهم هو يعني الاتفاق مع أمريكا، الاتفاق ما بين تركيا وأمريكا، وليس يعني بما لا يتعلق هذا الأمر بموقف يعني بقبول أو رد هذا الأمر. طيب دكتور مصطفى، ثمة من يتحدث أن هذا الاتفاق يعني سيصب في مصلحة نظام بشار الأسد، أي أن هذه المناطق ستؤول إلى النظام، ما تعليقك؟ بالنسبة لتركيا هي لها أولويات، من أهم الأولويات هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، لكن لا أظن أن هناك يعني أي يعني في الأفق القريب أن يكون هناك يعني تسليم هذه المناطق إلى النظام. تركيا هي موجودة على الطاولة وموجودة على أرض الواقع، تنتظر ما ستؤول عليه يعني الحالة في سوريا،
وهي مستعدة لكل السيناريوهات، طبعا إذا حصل اتفاق ما بين روسيا وتركيا على أن تغيير لشكل النظام بما يلبي يعني المطالب التركية، فأظن أن تركيا ليست يعني متمسكة بالبقاء في هذه المناطق، لكن شرط أن يكون هناك تأمين لعودة اللاجئين السوريين وحل سياسي يرضي الجميع. شكرا جزيلا لك عبر سكاي من اسطنبول كاتب والمحلل السياسي التركي دكتور مصطفى حامد أغلو.